ونحن أصحاب حق ولدينا مشروع وهو تقرير المصير. وهذا المشروع إذا أردنا نجاح وأهم قوى النجاح والتفاعل مع هذه الفعاليات مثل هذه الفعاليات. في الذكرى الثانية لتاريخ 14 فبراير حرص المنظمون أن تكون هذه الفعاليات في أقصى درجات السلمية وأيضا لتكون مناسبة للجميع. يعني اليوم البعض يقول لأن في تاريخ 14 فبراير مثل ما حدث في الذكرى الأولى ما أقدر أروح أنا إلى الدوار وأتعرض إلى الاعتقال والتعذيب والتنكيل والآهات والويلات. نقول له شكرا ورحم الله من عرف قدر نفسه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك أيضا نقول له في فعاليات أخرى تقدر تساهم فيها. تخاف تعتقل، تخاف تتعرض للتعذيب، اوكي. في فعالية سلمية جدا تقدر تشارك فيها بكل بساطة وهي إضراب الكرامة وبنك الكرامة. وهو فعالية ما يحتاج ما يبغى لهم شيء. بسيطين جدا. يعني مثلا بنك الكرامة بدأت اليوم صار معك تفاعل. وان شاء الله راح تحقق النجاح، تلو النجاح اذا تفاعل معه الناس. يعني بكل بساطه انت لو عندك كم دينار تسحبه من البنك وانت تخليه منك. ايضا في التاريخ الموعود، طبعا كل ما يقرب تاريخ 14 يزداد معه دقات القلوب ويزداد معه التفاعل والحماس. ولكن هذا الحماس والتفاعل يحتاج الى شيء عملي. يعني كل المطلوب منك اليوم انك انت في التاريخ الموعود انك تقعد الصبح تتريد في بيتكم بكل بساطة بدون تقعد مع عيالك تترخص فقط تنتظر وما تروح العمل. اذا انت تعمل في شركة لا تروح قطاع عام قطاع خاص. عندك انت صاحب تجارة صاحب محلك بلد محلك تقعد في البيت بس فقط. هو فقط ان تكتفي تجلس في البيت. بعد اليوم ما حد عنده عذر. يعني مو مثل قبل روح الدوار مظاهرات وصدامات. وطبعا راحة الدوار والنزول الى الشارع الاهلي وهذا الثوار قايمين بالواجب وزياده. بس الثوار عاد مو كل شيء لازم كل شيء هم اللي يسوونه، مو كل شيء بعد كل شيء ضاع على عاتقهم. احنا ملاحظين في الفترات الاربعه وعلى مدار السنتين اللي فاتوا ان الحمل الاكبر على الثوار. والمشاركة معهم كثيرين ما يشاركون، يعني في مانا اللي هو فئة الشباب طبعا وهم شايلين دافعون عن أعراضنا عن شرفنا يتصدون المرتزقة وعساكر النظام والكثيرين. يعني خلينا نكون صريحين، غالبية الناس اليوم جالسة في بيوتها وتترقب وتبعد على ردات الفعل، صح هناك ناس تفتح بيوتها وناس تعالج وناس تساهم اللي تقدر عليه وكل واحد يمارس دوره. ولكن بعد يحتاجون منكم الشباب يوم تكونوا وياهم في وسطهم موجودين بينكم. وانا في كل فعاليه توي جاي الان من بوري وهذه نفس العمليه، فئه الشباب هي الفئه الساحقه اللي شافت مثل هذه الفعاليه. وانا استغرب يعني شنو المطلوب اليوم من الشباب حتى يكونوا المقبولين ويشاركون الناس في الفعاليات. ابي اعرف شنو السبب الحقيقي وراء هذا. هل مطلوب منهم يقدمون وجبات سريعه، يقدمون هدايا، يقدمون شنو حتى يكونون مقبولين من الناس؟ لعل انا يعني مع احترام وتقدير لهذه الجمعيه، هذا في كل مو بس القريه في اكثر من منطقه، هذا هني هذا هو الحاصل. التفاعل مع فعاليات الثوار بالذات يكون المشاركه فيها مقتصره على فئه معينه. إذا أردنا فعلا أن ننتصر وتنجح فعالياتنا علينا المساهمة والتفاعل مثل هذه الفعاليات. وخلنا نكون صريحين اليوم، إحنا اليوم إلينا مطلب واضح وهو تقرير المصير. وهذا مو بدعم الشعب البحرين، هذه كل العهود المفروض ما تكفل إلينا. إحنا اليوم إذا أردنا أن ننجح هذا المطلب ونوصله إلى بر الأمان علينا التفاعل مع هاي الفعاليات. هذه اللي ترتقى الى مستوى المطلب الشعبي. طبعا هناك طيف اخر هو السياسيون بعدهم للاسف الشديد ما زالوا يصرون على اصلاح النظام. يقول لهم مو مشكله
إليكم الحق، هذه ديمقراطية وإليكم الحق، روحوا في مشروعكم، بس قولوهم بكل صراحة إن إحنا نمثل أنفسنا ما نمثل الطبقة الشعبية. اليوم الطبقة الشعبية واضحة، مطبها واضح من انطلاق الشرارة الأولى. الصفحة أول ما طلعت صفحة الفيسبوك قبل ثورة 14 فبراير سخر منها الكثيرون ولم يعرف اهتمام الكثيرون اللي آمن بها وتفاعل معها وفتح الدوار هو الثوار الشباب، فئة الشباب، لا الجمعيات المتطوعة، لا الجمعيات السياسية ولا السياسيين ولا النخب ولا غيرهم، هم فئة الشباب آمنوا وفتحوا الدوار. جو فيما بعد تفاجأ الجميع وتفاجأوا السياسيين وركبوا الموجة وأبوا وجو مشروع مغاير ورحبوا وشروا وقالوا ما في مشكلة، مع إنه في بلدان ثانية ما كان أي واحد مطلوب يجيب مشروع مغاير عن المطلب الشعبي. يعني في مصر على سبيل المثال لما راح حزب الإخوان والوفد وكفاية والتجمع لما راحوا يتفاوضون مع حسني مبارك ورجعوا وقبلوا بعض التنازلات، هي السياسة اللي تجي السياسيين تجي يروحون يتفاوضون بعد ما يقبلون أقل القليل، لما رجعوا قالوا خلنا نروح نعرض على الناس في الميدان التحرير، قالوا احنا راح نجيكم ورتبوا وبعدين خلنا نروح نروح نعلم الناس وش صار في الحوار. قالوا ليهم ما لنا علاقه فيكم، مو تجون بعد تعتنون المنصه وتقولون شنو اللي صار في الحوار، ما تحضرون حتى الميدان ما تحطون رجولكم فيه، لان احنا مطلبنا واضح وقررنا وصلنا من البدايه اسقاط النظام وتقرير المصير. احنا هني في شعب البحرين طيب جدا، قبلنا بالاطروحه الاخرى تعالوا وتفاعلوا وتفاعلنا معاهم، لكن هم ما زالوا يصرون انهم هم الشعب والشعب معنا، مستوى الشعب سقف الشعب عالي جدا يختلف عن سقفهم وخطهم غاير. احنا مو تحرير، احنا كنا في مركب واحد وان شاء الله المكاسب راح تكون الى الجميع، ولكن علينا ان نعو جيدا ان مساله التحاور مع النظام ما تعني الشعب بتاتا، الناس ما لها علاقه بهالمشروع سواء نجح او فشل، الناس ما لها علاقه. لهذا اليوم عليكم تعرفون انتم تروحون مع من وتشاركون مع من، انتم تكلمكم كل الحريه، لان احنا اليوم صاير صراحه لغط في الناس ما يعرف تحط رجوله فوق. في البلدان الثانيه الطبقه الشعبيه هي اللي قادت الثوره، هي اللي انطلقت، لهذا نجحت على المستوى الشعبي. في تونس نفس العمليه، الأحزاب بعد حاولت تتفاوض بس الناس أصرت قالت احنا مطلبنا واحد فقط مو مطلبين، مطلب واحد. هذا طبعا مو كلامي أنا، هذه الوقع والأدلة كلها تقول كذي. اللي سبقونا في الثورات اللي نجحوا هذا نجحوا لأنهم ركزوا وآمنوا بقدراتهم. احنا عندنا السياسيين للأسف كذي ما يؤمنون بقدرات الشعبية، دائما يرهنون نفسهم بالسفارات الغربيه والسفارات الاجنبيه والتجاربات السياسيه والاقليميه في المنطقه. احنا ما لنا علاقه في كل اللي يدور حوالينا. هم السياسيين لو امنوا بقدرات الشعب كانوا اعتمدوا على شعبهم وتبنوا مطلبه الاساسي. احنا عندنا للاسف الشديد الهرم مقلوب. القيادات تطالب بشيء والطبقه الشعبيه تطالب بشيء، لهذا احنا متاخرين اليوم. متاخرين هالسنتين هذه متاخرين فيها. وان شاء الله النصر راح يتحقق هذه السنه. احنا نحتاج اليوم الطبقه الشعبيه تحتاج انها تتفاعل مع مثل هذه الفعاليات، وهي بسيطه بسيطه جدا، ما تحتاج عمالكم، فقط اقعد في بيتكم وترقى، لا تروح عمل. فتره الدوار الاتحاد العام دعا للطلاب وكان ناجح، بس للاسف الشديد في الضربه الثالثه للدوار الاتحاد العام دعا الناس فك النظام، قال الناس ارجع روح ما في حياتكم الطبيعيه وارجع روح اعمالكم، والنتيجه كانت كارثيه، ناس طلعت راحت بيوتها ما رجعت، استشهدت اللي اعتقل اللي عدل اللي استشهد. كان بامكان الاتحاد العام والسياسي يقول للناس بس اقعد في بيتكم واصل اضرابه، ولو واصلوا كان نجحنا وحققنا الكثير، واحنا جالسين في بيوتنا ما يحتاج بعد ننزل الشارع ونطالع على نفسنا الرصاص والاهات والويلات. هذا اليوم اليوم عرس من الضمون، اليوم هذه فعاليه نوعيه في الجمهور، هي صح مو جديده ولكن احنا اليوم خلاص اذا نجحت هالمره هذه راح تترتب عليها امور
وراح بدل ما تصير يوم او يومين راح تصير شهر شهرين، وهذا كله يعتمد عليكم انتم، فيدكم تنجحونها فيدكم تفشلون. لهذا اليوم مطلوبينكم اليوم تتفاعلون في مثل هذه الفعاليات. الشيء الاخر طبعا كثر اللغط والحديث والتاويلات عن مساله الحوار وعدمه. وزير العدل اذا راحوا التقفوا وزير على الجمعيات السياسيه، لما التقف وزير العدل قبل كم يوم كان صريح وياهم وقال عليهم شديد اللهجه، قال عليهم راحوا بوثيقه المنامه ومرئيات بعده محاور، قال لهم هذا كل ما يعني تدخلون الحوار بغير شروط. مو بس تدخلون الحوار بغير شروط، قالوا زين بنعرف متى نبدا متى ننتهي المحاور وتحاور وياك على شنو؟ قال ما في، راح تعرفون وقت حزت الحزه. وبعدين طلعوا بتصريح صحفي وزير العدل وقال ثمان جهات معارضه وثمان موالاه لجماعه الفاتح طباله النظام وثمان جهات مستقله، ولا نعرف شنو الموضوع احنا السالفه. يعني هذا ما راح يكون اكثر مما يسمى حوار التوافق، والله ما راح يكون اكثر. مع هذا الجماعه رايحين نقول لهم حقكم، هذا مشروعكم استراتيجيتكم، احنا ما نصير نفرض عليكم راي. بس خلينا نكون صريحين ونقول احنا نمثل انفسنا ما نمثل الناس. لهذا اليوم انتم عرفوا خياركم، حددوا خياركم انتم اليوم مع من؟ انتم شنو تبغون؟ حتى تمضون الى الامام. هذا النظام ابى الاصلاح، احنا لنا تجارب. هالمره اذا الثوره هذه انتهت بعد ما راح تكون لنا اي قائمه. احنا للاسف الشديد الحين اللي قاعد يصير ونتمنى ان هذا ما يحصل اعاده انتاج ميثاق جديد، ميثاق ثاني. وهذا اللي نتمنى انه ما يحصل. التون اليوم كل شيء مربون عليكم، تقدرون تنجحون وتفشلون اي فعاليه. بس التفاعل لازم تكون تحضرون بكثافه، ما يصير اليوم تخلون الثوار كلهم روحهم. كل شيء مطلوب منهم كل شيء يسوونه. في الختام ما اريد اطول عليكم، وافلح من صلى على محمد وآله.